بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الاعزاء، التواصل مع شوطنا الثاني عشر، شوط الجعدان، المهجنات، الاصايل. نتمنى ان شاء الله كل التوفيق والناموس يا الاخوة المشاركين المتابعين لكل هذه الاحداث الجميلة، هذه الاحداث الرسمية هنا على ارضية هذا الميدان، ونحن نتمنى التوفيق، نتمنى الناموس من حضر، من تابع، من شارك على ارضية هذا الميدان. المركز الاول العنيد، دكتور سعيد بن سالم الشيخ دايم يقدم لنا العنيد، دايم ينتزع المركز الاول. المركز الثاني هنا زيزوم لراشد مخالف بن علوان، مدمر يا سلام يا مر في الاسبوع الماضي، ايضا نال على المركز الاول للسيد عبيد بن مطر بن الرابع الجانب اشقر راشد بن عبد الله على رابع المراكز، بينما اللي في المركز الخامس اللي في المركز الخامس شعر عبيد بن الميدان مع مياس في المراكز، ياتي الطريق محمد الخويص هناك على المركز السادس. انتقل وياكم الى المركز السابع شاهين سالم بن محمد بن سعيد بالهلي، وفي المركز الثامن من الجانب الثاني شاهين لسيد سعيد بن سرور بن شهوان الظاهري، وتاسع المراكز عفران سعيد بن علي بن خميس العمري، وفي المركز العاشر مياس عبيد بن سلطان بن عبيد بن مرخان. هكذا مستمعينا، حضورنا الكريم، جمهورنا المميز، دعنا على حضراتكم هذا النداء للمراكز العشرة الأولى. وعنيد عنيد 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 في المركز الأول مسيطر على مقدمة هذا الشوط. يا عنيد يلا يلا يا العنيد، راونا مهماتك، راونا انجازاتك، انجازات الحسابقة في هذا الميدان. اما الميادين السابقة علم عند راعي، عند الله وعند راعي، ولكن في هذا الميدان يعني له انجازات عديدة، انجازات كثيرة. نتمنى لك التوفيق، نتمنى لك الناموس يا مالك عنيد، يا مضمرة، يا جماهير عنيد، للدكتور سعيد بن سالم الشيخ أشقر، هناك لراشد بن عبد الله بن محمد بن رفيع ثاني المراكز، المركز الثالث اللي في المركز الثالث الطليلي محمد بن خلفان الغويس، يلا يا الغويس. رابع المراكز اللي في المركز الرابع شاهين سعيد سرور شهوان الظاهري، ومدمر يأتي خامسا لعبيد بن مطر أبو نواس. هكذا كانت نتيجتنا. العنيد العنيد إلى الأمام، من الأمام إلى القمة، إلى المركز الأول. نتمنى إن شاء الله كل التوفيق، نتمنى الناموس للأخوة المشاركين والحاضرين هنا في هذه الانطلاقات الجميلة، هذه الانطلاقات المميزة. ما زال العنيد في المركز الأول مسيطرا وصامدا على مقدمة هذا الشوط. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا، حضورنا الكريم، لازلنا نحن نتواصل معكم، ونحن دائما نتواصل مع هذه الانطلاقات الجميلة، هذه الانطلاقات المميزة والمثيرة هنا مع العنيد. العنيد العنيد في المركز الأول للدكتور سعيد بن سالم الشيخ، النقلة على مياس عبيد بن سلطان بن عبيد بن مرخان، وثالث المراكز هناك شعار بن شهوان يأتي على ثالث، سعيد بن سرور بن شهوان
الظاهري، ثالثا النقلة على المركز الرابع مدمر عبيد بن مطر بن علي ونواس، ولكن وينكم؟ وين 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 اللي ما شاء الله انفرد عن بقية المراكز، اللي انفرد عن بقية المراكز وسيطر على المركز الأول. الله يا العريد، الله الله يا المركز الأول، الله يا مقدمة هذا الشوط. قلت لكم يبغي مراقبة، يبغي مراقبة، يبغي تكتيك، لأن إذا انفرد العنيد صعب الوصول إليه، صعب الوصول إليه، صعب الوصول إلى 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 العنيد. خلاص تهانينا دكتور سعيد بن سالم الشيخ، والتهاني دائما موصولة دائما لجماهيره ومحبنا. إلى حضرات وصول إلى خط النهاية، معلن الفوز والناموس. ما شاء الله المركز الثاني شعار عبيد بن سلطان بن مرخان، المركز الثالث علي بن هاشم عبد الله الشامسي، المركز الرابع هناك اللي في المركز الرابع ليمعة حميد بن عمهي، وخامس المراكز لعبيد بن مطر بن علي بن واس. 6 دقائق التوقيت الزمني، 7 ثواني تحطم التوقيت تحت أقدام العنيد.